رئيس الوزراء سرعة تنفيذ إزالة المباني المتعارضة مع تطوير الطريق الدائري وصرف التعويضات. تكليف من الرئيس السيسي بالإسراع في معادلات التنفيذ تيسيرا على المواطنين. عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الاثنين اجتماعا لمتابعة موقف توسعة وتطوير الطريق الدائري بحضور المهندس كامل الوزير وزير النقل واللواء عبدال حميد الهجان محافظ القليوبية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة واللواء خالد عبدال عال محافظ القاهرة. وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في تنفيذ إزالة المباني المتعارضة مع أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري مع سرعة صرف التعويضات المقررة. وأوضح أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على الإسراع في معادلات التنفيذ بهدف التيسير على المواطنين المستخدمين لهذا الطريق الحيوي، أكدا الثقة في قدرة وزارة النقل على الالتزام بالبرامج الزمنية ودفع معادلات التنفيذ بشرط سرعة الانتهاء من إزالة المباني المتعارضة مع التنفيذ. وعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل تقريرا حول الموقف التنفيذي لتطوير الطريق الدائري وتناول على نحو تفصيلي معادلات التنفيذ وعرض ما تحقق في القطاعات الخمسة لأعمال التطوير بداية من المريوطية وصولا إلى تقاطع طريق الواحات بإجمالي 97.5 كيلومتر شيئا إلى أن نسبة التنفيذ الإجمالية تبلغ نحو 75% وتشمل أعمال التطوير توسعة حارات الطرق والكبار والأنفاق لمضاعفة السيولة المرورية في القاهرة الكبرى وتقليل الازدحام المروري فضلا عن تنفيذ أعمال الإنارة ورفع كفاءة الطرق وتذليل العقبات التي تعترض مسار التطوير من خلال إزالة العقارات المتعارضة والإشغال على جانبي الطرق وكذا نقل المواقف العشوائية. كما استعرض المحافظون خلال الاجتماع موقف إزالة المباني المتعارضة والمواقف العشوائية وكذا موقف صرف التعويضات لمستحقيها مؤكدين التزامهم بسرعة تنفيذ التكليفات.